العظيم انتوا منوريننا. يعني عارفين عشوة بقى كده حاجة خفيفة، احنا مرضناش ايه نتقل اهو. ربنا يخليك يا تعالى يا ميدي، يلا نجيب لهم الدقة والحاجة. تعالى تعالى يا ميدي. انت متوصية ها؟ خد 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 ده خد ده. احنا نعمل نفسنا بناكل ونقلب؟ اه نعمل نفسنا نقلب كده تمام. مفيش حاجة طيب ممكن نرمي فيها على اساس ان احنا مش قليل كده؟ لا يلا مش قليل، حاجة خفيفة. تعالى يا ميدي يلا. جاي؟ اي حاجة. يلا دقوا دقوا دقة. حطوا يا تعبناكم معانا والله. والله العظيم عامله لكم بايدي، وكل واحد خلي بالك انا حاطه لكم الحاجات اللي انتوا بتحبوها. انا عارفه انك بتحب الحمص فزودت لك حمص. هي ما بتعملش العشوه دي غير للحبايب والله. اه والله. لا بص انا مش عايزه اكسوف بقى. انا مش عايزه اكسوف. كل واحد يمد ايده كده ويسقسق لنفسه. بتاكلوا بقى السمك بايديكم وبتاع والجو ده؟ اه طبعا اهو. ليكوا في الشطه؟ ايه اه طبعا اهو. هنحط فيه. يلا هنتصرف يا حبيبتي. انا هفهمكم بقى الست، انتوا طبعا فاهمين اكيد دي كان غدانا كلنا في المدرسه يعني. اه مدرسه اللي بيخش فيها كشري. لا بعد ما بيخلصوا بينزلوا بقى. بص لا بص تعملوا كده. لا انت هتاكل من البتاع. امال لا انت ما اكلتيش كشري في كيس قبل كده؟ فعرفيني. لا مش بالمعلقه. بص بعد ما تحطوا كده تنفخ كده وتلف كده وتعملوا كده. ايوه كده كده ماشي. وبعدين تفك كده ماشي وتلفه كده كده وتربطه زي الفول بالظبط. والله أهو. بطل والله وحش. بص وتروح عامله كده خلاص وترميه وتخرمه. لا امال ايه بعد كل ده؟ تخرمه كده كده وتاكله بقى كده. يطلع من البسبوس بقى. بسبوس. حلو حلاوة؟ ايه؟ لا انا نسيت اقول لكم ان انا عامل دايت فمش هقدر اكل. طب والله لا العظيم ده جميل. اصل كمان احنا بالليل فعشاء. بالليل ايه ده؟ فهي خيرها هتاكل اللي هي. لا انتوا معزومين عندنا. اه طبعا هناكل. يلا هناكل. اعملي بقى زيها. انتوا مش عاجبكم الاكل اللي انا عاملاه؟ لا 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 فظيع فظيع. هات انا احط لك يا حبيبتي. امسك يا ماجد. استني استني استني. اوعى تاكل منه. هات انا اعمل لك يا حبيبتي. والله ما انت تعبه نفسك. يلا هات اعمليه. انت بتحبي الشطه؟ اه بحب الشطه. بتحبي كام رجه كده يعني؟ قد ايه كتير ولا اقل شويه؟ اقل كده؟ الشطه ما بتنيمش. اه حلو كده. الصلصه بقى. اه دي صلصه بقى. بصي دي ماما بتبقى شايلها لي في الفريزر اهو. هتنفخي وترجي؟ انفخ لك وارج لك ولا تنفخي انت عشان لو بتقرفي؟ لا ما لو بتقرفي انت انفخي. ايوه خليها تنفخ بجد. طيب انفخي انت انفخي انت عشان ما تقرفي. خدي انفخي معايا. اوعى تفرقع. اوعى تفرقع. كده هنقعد ننفخ لبكره. اوعى تفرقع. خدي نفس عميق. يلا ايوه 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 حاسبي اشوف. شفتي بقى تعملي كده؟ ايوه اهو ما تخافيش. لا 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 والله العظيم خليكي بنت بالك كده وحلوه كده. انت جوزك فنان لازم ايه الطبقه العاليه تحبه والطبقه المتوسطه تحبه. طبعا ماشي اهو. اخرمي بقى انت الخرم. طب لا سيبيني بقى انا هخرمه. اخرمي وتعملي. احنا نقعد نتكلم مع بعض وانا هخرمه. لا لازم تاكلي لازم تاكلي. وانت يا بنتي ما اكلتش بتاعك ليه يا حبيبي؟ ما انا سايبك تعملهولي انا. دقه بلاش شطه ما بنامش بالليل. دقه بس ما بتنامش بالليل. ما انت ما بتنيمنيش انا بس. هي مش قد البقامة يا جماعة بس يعني. بس لا يا جماعة ما بتقولوش كده. لا ده تحفة. أنا قلت بقى إيه يعني. بصوا إحنا زهقنا من الفراخ. أنتوا عارفين بقى أنتوا على حظنا. إحنا على حظنا إحنا زهقنا من الفراخ. يا واضح إن الضيوف اللي كانوا حضرتك بتحرجنا قوي. هو جوزي بقى ما بيقرفش مني. ما تفتفيش. إيه القرف ده؟ ما أنت ما بتقرفش. دي المجلة اللي عندك دي. ما تعملي لجوزك. ايوه انا اهو انا هاكله انا. هو لا هو عامل دايت. لا انت انت ايه ده انت هتمسكيه بالمجلة ولا لا 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 انا بقى كنت ببص على حاجة بس. كملي بس انت. خد يا ماشي. يلا بقى. ايه ده انت كفنتيه كده ليه؟ لا انا خلصت وده المجلة. كنت خلصتي ايه؟ لا يا خيرية والله العظيم ازعل مني. ده تحفة. شوية شطة بقى. ايه؟ عنب. هي ايه المجلة تخنت ولا ايه؟ لا
طب اجيب لك في طبق لو قرفانه؟ لا تمام. لا قولي لي والله لو قرفانه اجيب لك في طبق. اه ما احنا بناكل اهو، ايه اللي حصل لنا يعني؟ هتنفخ؟ لا دي اللي بعدها. والله العظيم ده انت استاذ شايفه؟ والله عالمي. ايوه كده، هو ده المطرب اللي الناس بتحبه. شايفه؟ حبيب جمهوره، حبيب الشعب المتواضع. اربط بس اقول لك حاجه بقى، مش عايز انا اكل من البسبوس. طب عايز تاكل من ايه؟ بالمعلقه؟ معلقه كده. اه ماشي ماشي مش مهم. وانت بقى كلي من البسبوس. ماشي. عايزه في طبق؟ لا انا تمام. طب خلاص ما تيلا، ما خرمتيش الخرم ليه؟ هخرم الخرم. اها هاتي معلقه من عندك. الكيس كفايه كيس. ما انت حاطه لي شطه. ايه حاطه لي كميه شطه. الحق بياكلها بياكلها. حلو والله. تسلم ايدك والله. يلا نبدل احنا، خد. طب والله انا فتره يا حبايبي. بقالي فعلا فتره نفسي اكل كشري. اهو. طب انت اكتر اكله بتحبها ايه؟ انا اي حاجه فيها خضار يعني مبسوط جدا. صحية. حاجه صحيه يعني؟ لا لا يعني قصدي يعني فاصوليا. من ايد مامتك يعني؟ زي بالظبط. انا كمان هيلسي. اه لا مش هيلسي خالص الكلام ده، بيبقى فيه بقى متسبكه يعني بالصلصه وكل حاجه وحته اللحمه طبيخ يعني. اهم حاجه ولحمه ورز بشعريه. اعمل لكم المره الجايه بقى مسلوق بطاطس وبيبقى عليها حته الكوكو كده محمره. يا لهوي، ويجي لك الضيوف يصطادوا الكوكو ياكلها ويسيبوا لك البطاطس. لا عيالك مخنوقين زي النهارده كده؟ لا كلي يا حبيبتي ما تخافيش، مش هتتخني، الكشري ما بيتخنش. والله العظيم انتوا حولتوا الكشري لتورته، يعني انا مش حاسه انكم بتاكلوا يعني. شوف احنا الكشري كشري. أنا قلت أنتوا بتاكلوا الأكل ولا إيه؟ لا 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 حبيبي. دي طعمية دي ولا إيه؟ طعمية وفول. الله سامح بيموت في الطعمية على فكرة. الله طبعا. لا وبعدين بطاطس كتير. أنت قلت لهم إيه؟ سامح بيموت في الإيه؟ في الطعمية. أنت بتدبسيني. بتضحكوا على ايه؟ لا يا حبيبتي لا يا سلام لا في حاجه؟ اصل هي بتقول في حاجة؟ بيموت في الطعميه. بجد؟ قلت لها انت بتدبسيني ولا ايه؟ طب الحمد لله. انت كلفتي نفسك كده يا شيماء. لا والله والله كلفتي نفسك. لا لا نفسك. لو مش هنتعب لكم نتعب لمين؟ يعني احنا لو مش هنتعب للغاليين نتعب لمين؟ طيب يا حبيبتي ربنا يخليك. ده انا عايزه اقول لك بقالي ثلاث ايام قاعده اجهز لكم في الاكل ده كده. ثلاث ايام؟ وبعدين قلت كل يوم بقى بناكل لحمه وفراخ زهقنا. صح. قلنا نغير. صح. صح. والتغيير على جه على وشينا. ماشي. يعني احنا كنا عايزين نغير. انتوا بزقتوا؟ فاحنا فينا طعميه على طول. انتوا كمان؟ قلنا هنيجي نغير. فلقيناكم انتوا اللي مغيرين. طب خش عايزين تغيروا، خش جوه غيره. تحبي اعمل لك ايه بقى يا وسام؟ لا انا بشرب اكل جوزي الاول لان انا ايه بشرب ميه قبل الاكل. دي مش ميه يا حبيبتي. تعالوا كلوا يا جماعه. ميه انا هصدقها. هجيب لك ميه. استني انت تؤمري. تسلميني. انا عندي كام وسام حبيبتي وكام سامح، ولو مش هتعب لكم اتعب لمين انا؟ طيب لا انا عايز اقول لك حاجه، لو مش هيتقتم وسطي وافضل رايحه جايه عشانكم، يتقتم وسطي عشان انت بتذلينا. لو مش هيتهد حالي ما تقلقش. لا والله تسلم ايدك. عشان عايز ميه انت كمان؟ لا يا حبيبي هترميها في وشي خلاص. لا عايز اقول لك حاجه بمناسبه الميه. ايه؟ كنا في حفله وانا نادرا ما بروح الحفلات يعني. اه. فجايبين اكل وبتاع وانا كنت في الفتره دي عامل دايت. قلت لهم لا بيزعلنا الكلام اللي بيزعلنا. لا لا اصحى كده انت عادي كلي براحتك. أيوة. عادي مفيش مشكله. فقلت له عايز بس ايه حاجه ساقعه صودا، اي حاجه صودا يعني. اه جاب لك حاجه. فجاب لي حاجه زي دي كده. ماشي. طعمها غريب جدا. انا قلت يبقى الحفله دي فيها حاجات. اه واحنا مش بتوع حاجات. نجري. مش بس شربت ايه بق ايه ده. بعدين واحد صاحبي معايا فقلت له اشرب دي انا حاسس ان فيها مش صاحبك عارف شرب. لا واحد زي حالاتي
فقال لي ايه ده سامح انت طالب خمره ولا ايه؟ قلت له لا والله ده انا قلت له صودا بس يعني. وابتديت الدنيا ايه تلف تلف بيا. اكتشفت ايه في الاخر؟ ايه بقى؟ ان صودا ميه صودا. طب قولوا لنا بقى مره عملت اكله وحرقتها في البدايه كده؟ ده في الاول ليه اتصدمت كده ما رضيتش تحرجها؟ في الاول كنا عايشين ايهام دي مكرونه وهي في الاصل مكرونه عجينه انا دي رز بالايهام شهور يا شوش ونفسي افهم المكرونه ايه اللي غلط فيها واكلم كل الناس وامشي يعني الخطوات بالظبط ما اعرفش ليه عامله كده ولحد ما عرفت يمكن النوع بتاع المكرونه اقول لها اه يا حبيبتي النوع هو الوحش ايوه المشكله مش فيها المشكله في النوع الرز الميه اكيد محمد الميه وحشه عايز ميه معدنيه حاضر بس يا رز يا وحش ما تزعلش وتسال لكن بالثقه اوعى اي حد يتجوز حد ويقعد يكبسه ان لا الاكل وحش لا شكلك مش عارف ايه لا بالثقه اديها الثقه اديها الثقه هو كان بيقول لي الاكل حلو انا اديها الثقه وانا مش قادره اكله يعني انت اكيد بتضحك عليا لا الاكل تحفه تسلم ايدك بس المكرونه مش الصلصه تقريبا مش متسبكه يعني في حاجه غلط انا عمري قلت لك على اكل وحش لا وكان كل وحش كان بيبقى باين عليا انا كنت والله العظيم بيبقى باين على وشه يعني بالهنا والشفا ايه الحب ده اوعي تاكلي صوابع حبيبي بابا خلاص هاكل والله كله ايوه انا بحب بقي يبقى مناكب يبقى بتفكروني بمشهد بتاع جورج سيدو بجد اللي هو يقعد صح المسرحيه عشان تسمع بيحب ايوه جورج سيدو وتكبر قول يا ماجي لا تعالى يا ماجي بص تعالى تتعلم لما تحط للضيوف تحط لهم الاول الحاجات اللي ما ينفعش ينقنقوا فيها فيخلصوها وانت مش واقف تحط لهم الرز ماشي عشان ايه لو خدت ده هيستهبل خد المكرونه اكيد مش عاملين حساب ما يعرفوا يتعاملوا بدي لا مش مهم ياكلوا مكرونه ما ياكلوش الفراخ واحنا مش قاعدين ماشي تعالى اتاخرتوا علينا قوي لا ده احنا جايبين لكم حاجات بقى ايه ايوه بصوا اكل كده من اللي قلبكم يحبه عامه انا بس اللي هاكل ميو مش هتاكل ليه لا ميو مبطله اكل بقى لها مبطله اكل امال عايشه على ايه احكي لك طب اساعدكم طب عايشه على ايه طيب بجد والله والله عيب كذا ما حاجه انتوا بتنزلوا الحلو مع الاكل مين ده حلو ده ولا ده لا ده حاجي اوكي تسلم ايديكم تسلم بجد والله ماشي يلا اروح انا اجيبها ماشي اتفضلي لسه تاني؟ امال ايه؟ ماشي وانتوا اي حد انا مش هناكل كل ده على فكره لا لا اوعى تكونوا كلب كله عيش اوعوا تاكلوا وانا مش قاعده اصل في قصص كتيره جدا ليها علاقه بالاكل ما احكولنا بقى انا هعرفها دلوقتي بقى هو ده ايه؟ ميما بقالها شهر ما بتاكلش خالص تقريبا طب ما احنا عايزين نعرف ليه؟ اتاريها يا عين امها ممقوته ليه ياما كده؟ ليه ياما كده وانت عندك عيله يا حبيبتي؟ ها انت مش عارفه ان غذاء العيله من غذاكي؟ اه طبعا ليه كده؟ الاكل تاخده ده ولا ده؟ لا احنا بني ادمين عاديين هاتي ده ده؟ شوكة و انت مش هتاكلي لا بجد؟ فعلا طيب ما بس إيه بلاش البصه دي يا حبيبتي مش هخصب عليك الانف يبقى انف لنفسه لا إيه ولا هيفرق لا هو غير اكلهم يعني ما باكلش عليهم بالنظام هو انا عامه اصلا ما باكلش بره يعني بره؟ انت في بيتنا يا حبيبتي المفروض ده ما يبقاش بره عادي تاكلي معانا ولا عند حد ولا عند حد ايوه اديها بقى خلي ده في العادي اصلا كل يابا كل يابا يا حبيبي كل مين ده اللي مش صحي؟ في سبايسي هنا في الموضوع جامد قوي اقسم بالله ما حد هياكلها غيرك لا ازاي خالد؟ لا كليها انت ازاي لا انت لا 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 والله ابدا حاسب بس اكلها على بنطلون لا لا بس على بنطلون لا لا هي معلش لا لا ما تجيش تعدم ميمه لا انت واكلها لا لا تعدم ميمه معلش تعدم ميمه انا حلاب لا خلاص بقى اوعي تدوسيني بقى لا لا ايه ده؟ يلا بس انا قلت لك تعدم ميمه لا انت واكلها لازم تاكلها لا ما تبصش دي معناها ان انا بحبك دي خلي بالك يا لهوي هو ده ايه؟
ده كوكو ده عصير تفاح حلو عصير تفاح. طب انت بقى بص انت بقى احنا فاضل حتتين كوكو تاخد دي ولا دي يا ماجي؟ هاتي دي دي صغننه خد اه شاطر. انا كنت هو معلش هو ده انهي جزء في الفرخه ده؟ ده الجناح دي القنصه القنصه هي هي دي اصل هي لا اصل انا هتخيلت ورك أو لا رجل. ورك ايه بس لا. هي رجل ضعيفه فراخ صيني اه لا لا ده الجناح شكلكم جايبينها من هناك شفت بقى عشان كده باكلها. بص الهدوء هدوء استني بس دلوقتي انت بتحبها وعمال تاكل اكل مش بتحبه ايه اللي بقى اللي مش بتحبه فيها؟ هو ده ان هي ما بتاكلش هو ده يعني ده اللي انت شايفه لا ان هي ممكن تكون محنتفه قوي بالزياده انت عارف مش عايز بس اقول اعلان بس الشركات اللي هي اللي بتعمل الوايبس بتاعت اللي هي الغاليه قوي اللي هي بعد ما الدولار غلي بقت كتير قوي دي فالشركه دي عندها جزء كبير جدا من الماركت شير بتاعها في مصر هنا انا اللي بدفعه مش بقول لك بالظبط انا بقول لك هم عاملين كده لاين ليا انا يعني انا بدفع فلوس كتير قوي في الشركه دي لان هي الحاجات دي حنتفه قوي بزياده مبذره والحاجات دي على فكره بتخليكي تتعبي اسرع. طب وانت تعب نفسك ليه معايا يا اخويا ما تطلقها دي عيشتها صعبه قوي لا بتاكل لا لحمه ولا فراخ على فكره دي حاجه موفره جدا ده حب ده دي حاجه موفره جدا موفره ايه مخلصه على المناديل الوايبس وتروح معاها مش مشكله تتعب هنا فينا توديها الدكاتره عشان يهبطوا الورم لا بسيبها قاعده فوق في الاوضه بيسيبني قاعده وبيتفسح السؤال اللي جاي ده هنفترض انه انت يا فوفا هتختاري واحد من دول تتجوزي ده افتراض انت هتطلقيني من هنا هطلع من البرنامج بس طلقها لا يا حبيبتي اسمي الله عليكي لا امال عماله تقولي لي افترض افترض يا ستي متجوزه طب الحل ايه دلوقتي ده افتراض ده اخر سؤال افترض اخر سؤال يعني آخر كلهم كده افترض اخر سؤال ده انا ممكن اروح الاقي نفسي الباب مقفول مش بقول لك اللعبه اسمها ماذا لو ماذا لو حرف شعلها في الجو خلاص ماذا لو انا ماليش دعوه باللي قلته ماشي. انا بقول لو المره دي بقى اتنينات اتنينات بس واحد هيطير واحد ماشي اوكي ماشي فلو قلنا دلوقتي ما بين احمد مكي واحمد السقا فوفا تختار مين تتجوزه السقا يبقى السقا طير مكي ايوه يا فوفا طيب ولو ما بين السقا واحمد عز تختاري مين السقا ولسه السقا مكمل معانا طيب وما بين السقا وحلمي هما كلهم رجاله كويسين بس مش الفكره في كده انت عماله بتخيري افتراض وانت يعني ما لكيش سؤال من دول لا افرضي انت ما عندكيش محمد تتجوزي مين فيهم؟ حمائي حمائي او اتجوزهم كلهم باكج يا سلام ايوه يعني ليك انت باكج وانا اختار واقول لا انت ممكن اديكي واحد وواحد كادو ماشي؟ يعني اختاري واللي هترسي عليه في الاخر هتلاقيني لفلك واحد تاني هديه معاك تقول انا طب ما انت تلف المجموعه اللي هتاخديها انا هاخدهم كلهم ما انا صاحبه المحل بعد انا عندي كتير جوه في المخزن يلا بقى يلا بقى يلا بقى يا فوفا ايوه طيب اختار لنا بقى ما بين السقه وحلمي هفضل السقه برضو لان هسيب حلمي لمنى زكي اصيله اصيله أطبع. والله يا فوفا انت معجبه بالسقه يا فوفا قولي كده لعلمك بقى السقا ده اخويا طبعا يعني وطبعا حلم اخويا كلهم اخواتي لكن انا بقول طبعا ما شاء الله عليه وربنا يخلي له زوجته ولولاده يعني ربنا يخليه ما شاء يا الله يا رب طب قول لنا ما بين السقا وكريم عبد العزيز تختاري مين؟ اختار الاثنين لا واحد لا واحد لسه ما احنا مش هسيب لك ولا سنتي طب بص لا الاثنين اقول لك اخر حاجه ممكن اخليكي تختاري فيها اثنين لكن احنا لسه فاخر حاجه هقول فاضل اربعه صور فقولي لنا تختاري مين دلوقتي في مين ما بين السقه وكريم لا كريم بقى كريم طير السقه اهو 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 داخل برجل اليمين حبيبنا يا كريم اهو بعد العشره دي كلها تخلي عن السقه شفت انا عارفه انك هتطلعي ناديه انا عارفه انك هتطلعي ناديه في الاخر انا لا عملت لسه حساب. لسه اللعبه شغاله يعني قاعده توقعيني في الفخ ده والله ابدا شفت ان انا ممكن اقع برضه ازاي ده انت حبيبتي لا يا فوفا ده عش ولا كان اللي يوقعك في فخ وبعدين ده افتراض وخيال افتراض وخيال يا جماعه افتراض وخيال اهو طب قولي لنا ما بين يوسف الشريف وكريم عبد العزيز تختاري مين كريم عبد العزيز مش انا قلت شكلك كريم والله لسه كريم مكمل والله كريمه اهلا
كريمة دي ماما. حبيبة قلبي ربنا يخليك يا رب. حبيبتي ربنا يخليكي. طيب ما بين بعد طبعا ما كريم طير يوسف الشريف ما بين بقى كريم وتامر حسني كلهم حبايبي انت كده بتحطونا في لا ده افتراض افتراض انت هتقعدي تقولي لي افتراض ده افتراض خسرتني البلد كلها وجايه تقولي لي افتراض يا انت خسرتني اللي ماتوا وربنا يطول في عمرهم ما تخليتيش الحمد لله رب العالمين دي لعبه فاضل ثلاث صور خلاص كمان اه خلاص هديك واحد هدي اسمع مني يلا كريم ولا تامر انا قلت المره فاتت كريم أوه. تامر يبقى تامر نجم الجيل طير كريم يلا ها وبعد العشره تطيري كريم تاني برضو شفتي مفيش فايده فيكي برضو طب قولي لنا تامر حسني ولا عمرو يوسف حته بقى ايه يوه. حته مستورده بقى اقول لك ايه من خارج من داره تقلم اداره انا هرجع تاني للسقه الله لا انا هرجع للسقه يا ست انت من الناس بقى اللي بيروحوا لا انا من نوع انا من نوع لا الوفي خلاص اكسبشن اول مره اكسكلوسيف عشان فوفا جايه بالريسيت ومعاه 14 يوم استرجاع البضاعه هرجع لك السقه ولا اسر ياسين السقة ايوه لا السقة مقصر والله السقة مقصر طيب اخر سؤال واخر صورة قولي السقة ولا هاني سلامة ابو عيون دبلي بص بقى انا اديك السقة برضه اديك قصدي ابو عيون دبلي اهو لا انت قلت لي السقة مش هيرجع لا السقة مش هسيبه برضه لا انا هاخده بقى انت لا تاخديه انت عليا ايه ها تعزي عليا لا ما اعزوش عليكي بس برضه طب انت قلت لي انا هديك السقة لا انا عايزه اديك ابو عيون دبلي لا انا عايزه السقة ليه تاخدي السقة ليه هنقطع بعض ونمسك في شعور بعض دلوقتي في اخر البرنامج لا انت المفروض تقولي لي خلاص ما يغلاش عليك يا شوشو ما يغلاش عنك يا شوشو اه المرة دي هتنزل بس المرة الجاية لا يمكن ابدا وحلال عليك يا شوشو السقة يبقى السقة هو اللي كسب وفوفا بما انها صاحبة الكرم سابت لنا احمد السقة والله ما عارفة اقول لك ايه وعشان انت سبتي لي السقة انا هسيب لك الفاصل انت اللي تطلعوا لنا ويلا بقى يلا بقى وايوه بقى احنا مستنيينكم تطلعوا فاصل وما تغيبوش وترجعوا لنا